بيطلع كتب أو مطبوعات أو حتى أفلام تسجيلية بيبقى الغرض منها الترويج لصاحبها أو الترويج للشركة أو الإعلان عن المنشأة أو النشاط، دي بنتعامل معاها بقدر كده من الحرص، لأنه في النهاية إحنا مش بحاجة إن إحنا نعمل فقرات إعلانية على الإطلاق، وفي نفس الوقت الإعلان إعلان والفقرات فقرات. وصحيح إن هو عمل كتاب، صحيح إن هو له اسم تجاري كبير وشهير وبيتربح منه طبعا وبيكسب منه، إلا إنه الحكاية اللي في الكتاب ملهاش أي علاقة بالبي آر، لا العلاقات العامة ولا الإعلان. هي حكاية حقيقية عن طفل صغير اسمه محمد، كان عنده 8 سنين لما راح محل خاله عشان يساعده. خاله كان حلاق حريمي أو كوافير حريمي. من ساعة ما رجله دخلت محل خاله وهو بيكنس شعر الستات اللي بيقع وهو بينظف المحل، قرر انه في يوم من الايام لازم يكون واحد من اكبر الاسماء في عالم التجميل وتصفيف الشعر. الحكاية دي كتبها محمد الصغير، الاسم الشهير في عالم التجميل، بيحكي فيها، مش بيعلن لا عن نفسه ولا عن محلات ولا اي حاجة، بس بيحكي حكاية حقيقية لشاب او لطفل كان طموحه هو البوصلة اللي حركته في حياته، وكان اجتهاده ووضوح رؤيته هو السبب انه حقق معظم اللي هو عايزه. خلينا نحكي حكاية الكوافير ده او الطفل ده بعيد عن اي حاجة لها علاقة بالعلاقات العامة. سواء بالسلبيات وبالإيجابيات، بس كلها اتعلمت منها حاجات كتير. في ناس ليهم فضل الحقيقة في حياتي، غيروا مسار حياتي، وقفات كتير كان ليها معاني كبيرة جدا وأثرت عليا كمحمد الصغير. محمد الصغير طبعا مش هتكلم عليه مهنيا، دول كلكم عارفين قد ايه كل حاجة بيبقى عنده، بيكون متأكد انه حاجة عنده وقد ايه يهتم انه بيطلع حلو، وقد ايه يطلع مبسوط، وقد ايه يدلعه، وده على مدار السنين وفي كل الاوقات من اسباب شكرتي لانها عملتني جميله او كانت مميزه. طول السنين اللي فاتت شفنا محمد في كل ظروفنا، في افراحنا وفي مناسباتنا وفي حزننا. احنا بنشكرهم بدايه على تبرعهم الكريم بايرادات الكتاب اللي بيطلقه النهارده الاستاذ محمد الصليب، واحنا بنهنيه عليه، وان شاء الله بعد كده هيبقى في تعاون زي ما انا قلت لحضراتكم في مجالات ثانيه. اشكركم جدا وانحني قدامكم لكل واحد. كان ليه دور ان ده محمد الصليب. وانا حتى لما هتقرا الكتاب انا جوه سطور الكتاب دموع كتير ليا، فما تزعلوش او ما تضحكوش عليا ان انا دموعي سريعه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. شكرا. الله يخليك. اوعى تقول انك كنت بتعيط جوه. شويه. لا 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 لا. اهلا بك. اهلا وسهلا. محمد الصغير زي ما قلت واحد من اكبر اسماء تصفيف الشعر في مصر، وله صيت وسمعه بره مصر كمان، وعنده توكيلات لمنتجات. بس انا عايزه الحدوته من الاول، يعني صاحب الامبراطوريه التجميليه دي، ايه اللي خلاك، او يعني انت كنت لسه في المدرسه، ليه رحت محل خالك؟ عشان مثلا كنتوا محتاجين الفلوس، ولا كانت عشان مامتك عايزه يبقى، او والدك او والدتك عايزين يبقى في ايدك حرفه؟
احكي لي بالتفصيل. هي ابتدت من ولد شقي صغير شقي بيعمل مشاكل كتيره، كانت عنده فكر دايما عايز يعرف كل حاجه او عايز يقتحم كل حاجه. كنت بروح المدرسه وفي اجازه نص السنه بروح يعني وقت كبير بروح المحل عند خالي وفي اجازه الصيف. وبعدين بعد فتره حبيت الشغلانه يعني وانا عندي 14 سنه كده ابتديت افهم، ابتديت احبها، احب الحياه والجو فيها. فابتديت اروح بعد بقى يعني بعد الظهر في ايام اروح تعمل ايه؟ بعد المدرسه اخلص مدرسه اروح اذاكر شويه الساعه 3 4 كده اروح رايح المحل لغايه الساعه 8 8 ونص اشوف الناس الجو الحياه دي الحياه. لا يعني خالك بيعمل لك يقول لك تعمل ايه بالظبط؟ لا لا ما كنتش بعمل حاجه، كنت بنظف والم فوط واعمل حاجات زي اي ولد صغير يعني 14 سنة مش هتعمل حاجة. وكل اللي في المحل يتأمروا عليك طبعا. طبعا روح اجيب لهم فطار وحاجات كده. وبعدين ابتديت عايز اتعلم بقى، ابتديت عايز اتعلم الشغلانة دي. وصلت لمرحلة ان انا كنت بجيب الشعر اللي مقصوص ده واربطه وانزنقه في الدرج عندنا في البيت، في درج في المطبخ، واحط المكوى على على البوتاجاز واقعد اعمل زي ما خالي بيعمل وبتاع، لغايه ما ابتديت اعمل اشتغل لدرجه ان انا وقفت اشتغل على كرسي وانا عندي 16 سنه وشويه. يعني ابتديت اصرح في السن ده لان كنت اتعلمت، يعني علمت نفسي. ولا ما كنتش بتحب المدرسه؟ لا 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 بالعكس، انا كنت في مدرسه، انا مش هقول ان انا ما كنتش شاطر قوي يعني ما كنتش شاطر قوي، بس كنت انا طول عمري بحترم نفسي، يعني طول عمري عندي فكر احترم نفسي، ما احبش حد يلومني على حاجه غلط. فكنت في مدرسه ماشي مظبوط وكنت ماشي كويس، لا كنت ماشي كويس في مدرسه وبذاكر وعندي موهبه الميموري، يعني اما بحفظ حاجه بفضل حافظها يعني. فكان لا كنت شاطر في المدرسه كنت كويس. في الوقت ده في الستينات كان كل اب عايز ابنه يطلع ضابط، يعني كانت الضباط في الوقت ده هم الفكر هم الايجابي أعلى في المجتمع. حاجة. فكان كلهم يعني كانوا بيحبوا فاكرين ان انا بشخصيتي واصراري ده واكتشافي للحياه بشكل مباشر ممكن اعمل الحكايه دي. فانا جيت في وقت قلت له لا انا عايز اعمل اشتغل مع خالي وحابب وحاجات كده. طبعا الاول كان يعني عيل بيتكلم فكان عايز يسيبني شويه بعد كده اختار يعني. بعدين ما صممت فقال لي بس كمل دراستك وانت بتشتغل. قلت له طيب. وبعدين اداني بقى التزام، انا كاتب في الكتاب ازاي ابويا خلق فيا شخصيه الالتزام. قال لي ما دام هتشتغل. انت في لحظه كنت مستعد تسيب المدرسه عشان تفضل في محل خالك. وانت لا شريك ولا المحل بتاعك ولا اي حاجه. لا كنت عيل صغير. كنت عيل صغير بس انا هقول لك حاجه وبقولها للشباب كده، ان الواحد لما يبص عايز يعمل حاجه يشوفها حد نتيجتها ايه في النهايه. لما انا جيت اول يوم رحت مع خالي اشتغل معاه فكان بيصرح شخصيات مهمه جدا، كان كل الشخصيات المهمه عنده. فكان رايح يقص لحد من الشخصيات الكبيره فرحت معاه. لما رحت معاه دخلت فانا كنت شايفه حاجه كبيره قوي خالي يعني. لما رحت لقيته بيتعامل زي اي حاجه ما بيتعاملش بقيمة الكوافير يعني ان ده راجل فنان وكده، ما اتبسطتش اتضايقت. فحطيت على عاتقي ان الكوافير ده لازم يبقى ليه قيمة يختلف. فدي كانت البداية ليه ما يكونش عايش على المستوى اللي هو بيتعامل فيه. ليه يعني شخصيته واضح ان خالك ده شخصيته كانت يعني كان اشهر واحد، كان هو عميد المهنة يعني كان عميد المهنة. كان اسمه ايه بقى خالك؟ كان اسمه ابراهيم امين. ابراهيم امين كان كل الكفرات اللي في الوقت ده تلامذته يعني من اشهر مشاهيرهم غريب وسيد والناس دي كلها اللي كانوا مشهورين كانوا بيشتغلوا معاه يعني عنده هو اللي علمهم. فهو كان من مشاهير مصر يعني في وكان عميد المهنه يعني ما كانش واحد كفر عادي. وبعدين كانت كل اللي في يعني كانت تحيه عبد الناصر
زبونتو، كان مرات علي صبري، كان الشخصيات الكبيره. دول اكبر الشخصيات كانوا زباين عند خالك الستات. كانت الناس الكبيره دي كلها كانوا بيروحوا له المحل بقى ولا هو اللي بيروح لهم؟ لا كانوا هم بيروح. لا كانت طبعا تحيه عبد الناصر صعب، تحيه هانم كان هو اللي بيروح لها. لكن الباقي كله كان بيروح له. يعني كلهم كانوا بيجوا المحل. فلما كنت بشوف الناس دي الشخصيات القويه دي، وكان في طبعا في وقت كان في فرانسوا تاجر ومدام افارينو اللي هم بتوع ملابس الاهرام ومش عارف الناس اللي هي اللي عندهم بيزنس وسباهي، الناس دي الكبيره دي بتيجي، كنت بشوفها الناس دي مهمه جدا يعني، بتيجي عنده كده. بعدين بقى كلهم بيقعدوا على الكرسي. بعد كده الاقيه راجل بسيط وبيتعامل ببساطه كده زياده يعني عن القوي، ما عجبنيش الشكل ده. حبيت لا، الكوافير لازم يكون ليه قيمه وليه شكل محترم. طيب اول اجر اخدته من خالك كان كام، او اول اجر اخدته في الشغلانه دي بشكل عام؟ اول اجر اخدته بعد ما اشتغلت بحوالي 3 سنين كده كان جنيه. وقعدت 3 سنين اشتغل ببلاش؟ قعدت 3 سنين اشتغل ببلاش بتعلم. وده في عرف المهنه؟ ده في عرف المهنه عادي يعني ولا لا؟ دلوقتي طبعا لا، دلوقتي الدنيا اختلفت. واحنا يعني انا مثلا ما بقدرش اقول كنا، ما بحبش كلمه كنا، لان الاجيال ما بيحبوش كلمه كنا. كل جيل وليه وقته. صح. فاحنا دلوقتي الحياه اختلفت. النهارده بيجي الولد صغير، احنا ما بنشغلش طبعا عيال صغيره، بس يعني في السن اللي انا كنت بشتغل فيه ده دلوقتي ما بيحصلش. بس لما يجي حد بيشتغل النهارده اقل مرتب 1200 جنيه في الشهر. ده اللي هو بتسموه ايه بقى، مساعد كوافير ولا صبي كوافير ولا بتسموه ايه؟ اقل حاجه يعني. لو جبت ما فيش صبي دلوقتي، يعني احنا بنجيب يعني الولاد الصغيرين بندخلهم على طول، نعلمهم، ندخلهم الاكاديميه عندنا. بنعلمهم، بنعملهم يعني جينيريشن ستاف. بس لسه بقى مساعد يعني، ما بيعملش حاجه يعني. ما بيعملش حاجه. لا لغايه ما يتعلم يعني. وانت يعني اول مرتب اخدته جنيه؟ جنيه. انت فعلا كنت بتدخل الافلام الاجنبي عشان تشوف تسريحات الممثلات اللي في هوليود وتعملها هنا في يعني كان في زمان قصه اتشهرت بيها قوي شيرلي ماكلين. فكان فيلم بتاع شيرلي ماكلين ده كان انا فاكر كان معروض في سينما كايرو، كنت اخش الفيلم واطلع اتمشى شويه واروح داخل الحفله اللي بعديها يوم الاجازه. وكان في فيلم بتاع اودري هيبرون. كان في فيلم بتاع اودري هيبرون كان اسمه اللغز مع كيري جراند، كانت قصة قصير كده. طبعا كنت بروح اتفرج على الفيلم القصه دي عشان اقص قصه اودري هيبرن لما عملوا فيلم ماي فير ليدي، كان عامل لها الكسندر اللي مسرحها في ماي فير ليدي. التسريحه الحلو شعرها اسود خالص كده. فكنت بتفرج على افلام ماي فير ليدي عشان اجيب التسريحات واعملها. عارف لا انت بتحكي، هو ده الفرق ما بين الفنان والصنايعي. انت جواك حاجه فنان، انت عايز تجود، عايز تعمل حاجة أحلى، مش شغلانة بالنسبة لك. من مسألة مش شغلانة بتاخد عليها أجر. وعارفة يعني طبعا أنا حبيتها، أنا بحب مهنتي جدا يعني. أنا بعتبر المهنة مهنة الكوافير بالنسبة لي زي المية والهواء يعني. ما بقدرش حتى ما بقى أشوف أي حد أول نظر عليه ببص على شعره على طول يعني. أول إيه ده فعلا؟ أول حاجة ببص على شعره. عارف عارف فؤاد مهندس بيقول لك شخصية الست تبان من بوز جزمتها؟ أنت بالنسبة لك شخصية الست تبان من تسريحتها. ما هي بصي أنا عندي فلسفة إن الست مهما تلبس أحلى حاجة في الدنيا، وشعرها مش حلو ولا حاجة يعني. كان في زمان بديل سيسون يا جماعة كله يظبط شعره، معلش عشان الأستاذ محمد ما يبهدلناش. عادي عادي، بس انت برضو بتؤمن بالناتشرال لوك يعني. طبعا. كان في زمان بديل سيسون ده واحد برضو من مشاهير العالم في الكوافير، كان ما بيقدم قصات كان يلبس البنات زي العباية سودة، يا اما عشان ما حدش يبص على الهدوم. الفرق فين في الجمال في الشعر، فعشان يبين ان الشعر هو الـ يعني. طب ده هيخليني اسالك سؤال، هو ليه ساعات زي عروض الازياء برضو عروض تسريحات الشعر ساعات بيعملوا حاجات عجيبه جدا، مش بس ريش صغير او لا، بيعملوا حاجات طاووس ده بتعملوه ليه؟ لا يعني هو بيتعمل الاكسنتريك لسببين يعني. اول سبب ان بيوري لك امكانياتك انك انت ممكن تخلق من الشعر ايه يعني، تخلق حاجات غريبه، اشكال غريبه. لا مش عشان تتقلد، علشان لا هي ما تتعملش عشان تتقلد. الحاجه الثانيه ان تبقى التركيز على الفستان
يعني اعمل حاجه، ما تروحش تقول انا هقلد التسريحه دي، لا انا هقلد الفستان ده او هاخد الفستان ده. لكن فهي الامكانيات انك تقدر من الشعر تخلق منه ايه. طيب بعد النكسه زي كل مصر كانت محبطه، انت ما عرفش ازاي دبرت سفريه لبره لفرنسا. فرنسا وغالبا كانت نيتك انك زي ناس كتيره انك تروح وما ترجعش. طبعا كان الوقت صعب قوي، انا كان عندي شويه مشاكل طبعا اساسي مع خالي وكده وبتاع في الوقت ده، يعني الدنيا كانت كلها حاله احباط، كان في حاله احباط للشباب جدا، وانا كنت حتى لما كانش حصل كنت عايز اسافر اشوف الدنيا دي بره عامله ازاي، وكان يهمني قوي الكوافير يكون فيه هو. وشاء القدر يعني ان الكسندر جه مصر قبلها، جا يعمل شم الكريسماس وراس السنه في مصر، فقابلته وقلت له ان انا عايز اجي باريس، فرحب جدا وقال لي تعالى ورحت. فلما رحت كنت عايز اعيش في باريس، لان انا مش من منطلق هروب من مصر واحباط، كان منطلق ان فرنسا بلد الموضه وانا في فرنسا هقدر بقى اعمل واشوف وحاجات كده. فلما رحت فوجئت طبعا ان انك عشان تشتغل لازم تكون عندك شهاده، عندك رخصه لايسنس انك تشتغل او انك تفتح في محل. فطبعا ما كانش عندي امكانيات ان انا اخش مدرسه واتعلم، فالكسندر الحقيقه ساعدني دخلني مدرسه. فلما دخلت المدرسه وقعدت تقريبا سنتين وشويه، طبعا العنصريه في فرنسا كانت دبحاني يعني، وانا شخصيه برضو عندي سعيدي بقى عندي حته كده. فجيت في الاخر يعني بعد ما قعدت كل السنين دي يعني في حاله يعني بالعافيه عايش بالعافيه، كان بيجي عليا ايام ما بقدرش اجيب عيش حاف، ما بقدرش اجيب باجيت واكله، ما عنديش فلوس، لكن كنت مصمم. بعد ما ابتديت اخد مرتب واشتغل بعد 45 يوم قررت ارجع مصر. العنصريه يعني كانت جه في الاخر كنت خلاص مش قادر. فكان في واحد مضايقني جدا عند الكسندر، فقلت لهم هضربه، وانا بقى كنت بدل جودو وبتاع وحاجات كده، فقلت لهم هضربه. فمسكوني قعدوا يهدوا فيا، تعالى انت لو ضربته. ليه كنتوا بتتخانقوا مع بعض انت هو ولا لا؟ لا كان هو طبعا كان اكبر مني وكان هو من الفنيين الكبار في المحل. هو كان عنده عنصريه يعني جواه. ازاي يعني؟ كان بيعاملك ازاي؟ كان بيتامر عليا كتير جدا، ويعني ويبص لي ان انا يعني على شغلي وحاجات كده. فهو كان في الكسندر كان عامل سيستم ان كان في اوضه، كان في الوقت ده الباروكات هي اهم حاجه. ده في السبعينات بقى. في اول السبعينات. ده عصر العصر الاعظم للبواريك. فكان كل واحد من اللي بيشتغلوا من يعني يخش يوم في الاسبوع يشتغل في الاوضه دي، يسرح البواريك ويظبطها. فمره كنت كان عليا الدور انا، فهو انا فاكر اسمه طبعا كان اسمه سيرج، فجي طلب مني باروكه بتاعت واحده. فدخلت انا ما سمعتش الاسم كويس او هو قاله بسرعه، فما جبت حاجه غلط، فراح رامل باروكه في وشي كده. كان زمان يعني في فرنسا ما قدرش يعمل كده بعد ما واحد فرنساوي يعني. فطبعا لما رماها طبعا اتجننت انا يعني اهانه يعني، ما وانا كنت اوريدي مش طايقه من تصرفاته يعني. فتربصت له في الاوضه جوه، قلت بقى هو هيخش ياخد الباروكه دلوقتي الثانيه همسكه اضربه. فحد من اللي بيشتغلوا معايا عرف، فراح قال مدام بوزير اللي هي كانت مديره الميزون بتاع الكسندر، كان الكسندر في الوقت ده مسافر ما كانش في باريس. فقعدت بقى تهدي فيا وقالت لي لو ضربته هيقبضوا عليك وهيسجنوك وهيطلعوك من السجن على الطياره. الوقت ده لما رجعت البيت وقعدت مع نفسي كده، قعدت طبعا قعدوا يهدوا فيا طول الوقت وكده ولغايه ما مشيت وروحت يعني. قررت ان انا مش هقعد في فرنسا، لان ان انا يبقى عايش وما اقدرش اخد حقي ما قدرتش. فقررت ان انا هرجع، وبعديها رجعت على طول مصر. بس رجعت كان عندك تعليم وكان عندك خبره وكان عندك حرفه، شاركت خالك وابتديت فعلا تجاريا يعني، ابتديت بقى مش الشاب اللي بيتعلم، لا الشاب طبعًا اللي وجاي بقى حافظ كل التسريحات من فرنسا. فاسمك نور وبقيت عملت اسم يعني في الشغلانه دي. كان سبب الشهره طبعا جزء من سبب الشهره ان انا لما رجعت
كانت الوقت ده في اوائل في نص السبعينات، كان الموضه الكرباج والشعر المنكوش وحاجات كده مليان. فرجعت انا بفكر ثاني بقى خالص، حاجات السامبل والناتورال والبتاع حاجات كده. فبقيت اعمل الشغل ده، الناس كانت بتبص ايه اللي بيعمله ده. محل ورا الثاني، فرع ورا الثاني، خلاص بقى في جزء فني واقتصادي معروف لمحمد الصغير، الا انه دخل اختبار مهم جدا في حياته، ده كان اصعب يوم يسرح فيه شعر واحدة، او اصعب زبونة في الدنيا كانت بنته مها الصغير لما جت تتجوز. قالوا لي انك عيطت يوميها. ممكن اعيط دلوقتي. هتعيط تاني؟ دي مها ما شاء الله عندها 3 عيال كبار خلاص. عيطت يوميها جامد عشان مها. لا هو بصي طبعا انا لما جاء فرح مها، انا الحقيقة طبعا يعني وبقول كل ده أصعب حاجة للأب لما بيتجوز بنته، دي حاجة مش سهلة. فالمهم أيام بقى، فلما جت تتصرح معها فقالوا لي هتعرف تصرحها؟ قلت لهم قعدوا بقى اللي يقول لي ده الدكتور ما يعرفش يولد بنته، ده مش الكلام بقى التقليدي ده اللي أنا إيه. المهم قلت أنا هصرح معها يعني، وفصلت يعني لما جيت أصرحها فصلت بين ان دي بنتي وبين ان واحده قاعده على الكرسي بصرحها. وصرحتها، بعد ما صرحتها وطبعا دخلت تلبس الفستان انفجرت في العياط طبعا يعني. وبعدين كان افتكرت انها بنتك مش زبونه. بعدين الحقيقه صاحبي وصديقي عادل مبارز قعد بقى يصورني من غير ما اخد بالي، كل الصور دي من غير ما اخد بالي. يعني انا ما كنتش واخد بالي في الصور دي. وبالذات الصوره اللي انا واقف في كورنر وبعيط دي ما كانش يعني ما كنتش واخد بالي انه بيصورني خالص. امها صغير من الطف الناس اللي الواحد ممكن يقابلهم الحقيقه، هي شخصيه ودوده، وانا بتمنى لها التوفيق والاستقرار والخير لها ولاولادها. كفايه كده يعني. ان شاء الله ان شاء الله. طيب اخر حاجه كنت عايزه اسال عليها، محمد الصغير في رحلته من البدايه وهو صغير لحد ما كبر، انت ليه عمرك ما كبرت يعني؟ ليه لحد دلوقتي اسمك صغير؟ هو طبعا اسم محمد الصغير ده اسم شهره، انا ما اسميش محمد الصغير الحقيقه، ما اسميش الصغير يعني، مش عيلتي اسمها الصغير، بس عشان ابتديت عيل صغير كان عندي خال تاني اسمه محمد. فاول ما دخلت اشتغل، ما ان انا بعمل كده دلوقتي يعني، اول ما دخلت قالوا غير اسمك يعني بدل محمد تبقى اسم حاجه ثانيه عشان ما تلخبطوش. انا نعم عشان ما تلخبطوش. عشان ما تلخبطوش. فانا طبعا عنيد يعني، قلت لهم لا انا محمد. طب نسميك كذا؟ لا. طب ما بتحب اسم ايه؟ بحب محمد. طب اعمل اللي هو محمد. بعدين فطبعا كانوا مثلا يندهوا لي اي اسم يخترعوه ما اسالش فيهم، يندهوا يندهوا مش انا مش انا، فبيقولوا يندهوا محمد الصغير صغير، فطلع عليا محمد الصغير، فده بقيت محمد الصغير وخلاص. وبعدين حتى لما سافرت بره في عند الكسندر كانوا بيقولوا كانوا مسميه جونيور. عشان كنت صغير برضو. عشان كنت صغير برضه قوي. وانا كان شكلي اصغر صغير يعني، فكانوا يقولوا ده جونيور جونيور، ففضلت محمد الصغير. ف يعني فضلت على اسم محمد. طب لما خلصت كتابك ولقيته خلاص بين ايديك، وبعدين كان عندك جميلات مصر كلهم في الافتتاح، انغام على ليلى علوي، على يعني اجمل ستات في مصر كانوا موجودين حواليك، لما بكيت وانت بتقدم الكتاب كنت عشان انجزت حاجه كنت عايز تعملها؟ لا. ولا يعني شفت رحلتك؟ لا انا هقول لك حاجه، انا يعني الكتاب طبعا انا بهديه لامي في الكتاب. انا ما اتاثرت لما جت زيت سيره امي، ما اتاثرتش بالحدث يعني، اتاثرت بسيره امي. الحاجه الواقعيه في الكتاب ان في شاب يعني الملخص ان شاب صغير دخل مهنه الكفار عنده 10 سنين، كان عنده اهداف والاهداف دي مصمم انه يعملها، حصلت له حاجات كتير جدا في حياته كان ممكن توقف المسيره اللي هو حاططها في فكره، لكن ايمانه بنفسه وايمانه بان هو يقدر يحقق حاجه، بذل مجهود. ناس كتير جدا كانت حواليا مش متوقعه او مش منتظره
ان انا اقدر اكمل بالشكل ده. وعشان كده انا كاتب الكتاب ده، ان كان محمد صغير لما طلع باريس كان معاه مبلغ معين بسيط جدا، خلال 15 يوم كان الفلوس خلصت، لكن اصر انه يقعد واصر ان هو يخش مدرسه وما يبقاش عنده دخل ويعتمد على الدخل اللي بيجيله من الاكاديميه من التعليم والحكايه كده بسيط جدا. يهمه جدا ان هو يعني يحافظ على سكن اللي هو ساكن فيه، لكن يقدر ويقدر يتعايش باصراره وايمانه بنفسه ومستقبله ان هو يحقق حاجه، قدر يعمل الحاجه دي. فكره الكتاب للشباب مش ليا انا، كنت قاعد مع الشباب جوه قبل ما نطلع نتكلم، فبيقول لك انا ما عنديش حظ. ما فيش حاجه اسمها ما عنديش حظ، في حاجه ربنا سبحانه وتعالى ما بيغلطش. ربنا قال لنا يعني جد لمن جد وجد، هو اللي قال لنا، قال لك اسعى يا عبد وانا اسعى معاك، هو اللي قال لنا كده. ربنا ما بيقولش حاجه غلط. لكن واحد يقول لك ايه اصلا ما فيش حظ، ما فيش حاجه في القران اسمها حظ، ما فيش حاجه حديث فيها حظ. لكل مجتهد نصيب. لكل مجتهد نصيب. خليني اقول ملحوظه مهمه، انه الكتاب زي ما محطوط في اوله، او بلاش اقول الكتاب، انه حكايه محمد الصغير اللي هو كتبها ولخصها، هو قرر انه اي عائد هيجي له منها هيديه لمركز اسوان لمجدي يعقوب، ودي كمان خطوه فيها ذكاء ولطف. انا عايزه اختم بس بحاجه مهمه جدا، بالرغم انه محمد الصغير واضح جدا ان دمعته قريبه، ودي حاجه ما كنتش اعرفها. ويمكن دمعته قريبه لانه هو صادق في حب شغلته، صادق في ذكرياته، صادق في مشاعره ناحيه اللي حواليه، بالرغم من دموعه اللي موجوده، الا ان هو شاركنا القرار ان احنا نرسم الفرحه والابتسامه على عدد من جمهورنا. كل سنة وانتم طيبين. احنا خلاص في سنة جديدة، وما تفهمش راس السنة ويناير ده الأفراح بتبقى على ودنه. إن شاء الله ربنا يزيد الأفراح يا رب. بس يا سلام لما تبقى العروسة عاملة شعرها عند محمد الصغير. خمس عرايس في شهر يناير. خمسة ماشي، خمسة، خمس عرايس في شهر يناير عن طريق صفحتنا هيعملوا عند محمد الصغير. ابعتولنا شعر وميك اب وكل حاجه، شعر وميك اب وكل حاجه. ابعتوا يا بنات. بشكرك محمد الصغير، بشكر رحلتك واخلاصك، وبتمنى لك التوفيق في حياتك الخاصه والعمليه في نفس الوقت. الله يخليك. واخيرا لقيت حاله حقيقيه، موهبه نادره. اصل انا اول ما شفتك قلت بني ادم عاقل، ازاي بقيت الناس اللي في البانسيون؟ ده اكيد احنا ما بنتكلمش عن فيلم للتسليه. اشياء عاديه جدا بقت غير عاديه. طعم رومانسي رخيص ويكون شيك، حتى ما فيهاش مطعم خالص مثلا. ازاي اعمل فيلم سينما زي الموسيقى؟ خاطف. الومه يا اهل الدار. انا لما اتفرجت على خالد انبهرت. مسحه كده بس عشان يعني يبقى. لا دول ما عندهمش العاطفه بسيطه، ما عندهمش العاطفه. انا واقف عند محطه الدمرداش عايز واحد بيعمل فطيره بالقشطه والحلاوه في الحته ديت.